بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين، المستوى الثاني، هذه هي الحلقة الثانية من حلقات مادة الإحصاء التحليلي. في الحلقة السابقة اتكلمنا على إيه هو علم الإحصاء وإيه هي فروع علم الإحصاء، وبعدين اتكلمنا على بعض المصطلحات الإحصائية، وبعد كده بدأنا نخش في موضوعات مقرر الإحصاء التحليلي. وكان أول موضوع عندنا موضوع نظرية الاحتمالات. في الحلقة السابقة عرفنا يعني إيه كلمة احتمال، وبعدين إدينا بعض الأمثلة التقليدية عن كيفية حساب الاحتمال. يعني قلنا مثلاً عند إلقاء قطعة عملة سليمة، إيه احتمال ظهور الصورة؟ الإجابة احتمال ظهور الصورة يساوي احتمال ظهور الكتابة يساوي نص. طب قلنا مثال تاني، عند إلقاء قطعة نرد سليمة اللي هي ظهرت الطاولة، إيه احتمال ظهور الوجه 3؟ الإجابة احتمال ظهور الوجه 3 يعادل احتمال ظهور الوجه 2 يعادل ظهور أي وجه من الأوجه الستة. هيساوي كام؟ هيساوي 1/6. من المثالين دول نقدر نتكلم الآن عن أول نظرية من نظريات الاحتمال، اللي هي كيف يتم حساب الاحتمال. النظرية بتقول إيه؟ بتقول إذا كان هناك حدث ما وليكن ألف، وهذا الحدث بيتكرر حدوثه ميم من المرات في تجربة حجمها نون من المرات، فإنه يمكن حساب احتمال وقوع هذا الحدث وفق القانون التالي. نظرية إذا كان هناك حدث ما وليكن ألف يتكرر ظهوره ميم من المرات في تجربة حجمها نون من المرات، فإن احتمال وقوع هذا الحدث هو ح يعني احتمال ح ألف يساوي ميم على نون. يبقى احتمال وقوع الحدث ألف يساوي ميم على نون. ميم عدد مرات وقوع الحدث، نون عدد الحالات الكلية للتجربة. يعني ايه الكلام ده؟ نشوف مثال عليها.
مثال عند إلقاء قطعة نرد سليمة، ما هو احتمال ظهور الوجه 3؟ الحل: احتمال ظهور الوجه 3 اللي هو الحدث ألف، ده عبارة عن ميم على نون. نون دي عادي الحالات الكلية للتجربة، لما ارمي قطعة طرد مرة واحدة لا كم حالة كلية؟ لا 6 حالات، 6 ما بيظهروش، بيظهر حاجة واحدة بس. لكن رمي قطعة النرد دي تجربة ليها كام حالة كلية؟ ليها 6 حالات، يبقى نون هنا ب6. الحدث ألف بقى ده اللي هو التلاتة بيظهر كم مرة؟ ميم دي عدد مرات ظهور الوجه 3. الوجه 3 بيظهر كم مرة؟ بيتكرر كم مرة؟ بيتكرر مرة واحدة، يبقى الاحتمال 1/6. وبالتالي لو قلت المسألة دي مرة تانية وقلت احتمال ظهور الوجه 5، ح يعني احتمال بين قوسين الوجه 5، احتمال ظهور الوجه 5 ده عبارة عن ميم على نون. ايه النون دي؟ دي عائد الحالات الكلية للتجربة. ايه هي التجربة؟ رمي قطعة عملة لها كام حالة كلية؟ لها 6 حالات، لما اقوم بيها تظهر لي حالة واحدة بس. بقول احتمال ظهور الحالة اللي بتحمل الرقم 5، الرقم 5 ده اللي هو الحدث ألف بيتكرر كم مرة؟ موجود كم مرة عندي في قطعة النرد؟ مرة واحدة، يبقى مين بواحد، يبقى الاحتمال 1/6. وبالتالي بقى احتمال ظهور الوجه 2 بسدس، احتمال ظهور الوجه 6 1/6. طيب نشوف مسألة تانية أو مثال تاني. يتكون مجلس إدارة إحدى الشركات من 5 محاسبين و6 مهندسين و4 اقتصاديين، اختير احدهما عشوائيا لأداء العمرة، ما هو احتمال أن يكون مهندس؟ عندي مجلس إدارة مشكل من 5 محاسبين و6 مهندسين و4 اقتصاديين، يبقى مجلس الإدارة فيه كم واحد؟ فيه 15. اخترنا واحد عشان يأدي العمرة. بسأل بقى ايه احتمال اللي انا اخترته ده هو يطلع مهندس؟ يبقى الحل: لو تخيلنا ان عندي صندوق فيه 6 مهندس و4 اقتصادي
وخمسة محاسب، يبقى الصندوق ده فيه كام واحد؟ فيه 15 اللي هو مجلس الإدارة. أنا خدت منهم واحد بطريقة عشوائية وبسأل إيه احتمال يكون محاسب أو مهندس؟ يبقى الإجابة بقى احتمال الحدث ألف. إيه الحدث ألف هنا؟ إنه يكون مهندس. احتمال إنه يكون مهندس ده بيساوي قانون ميم على نون. إيه نون دي؟ نون دي عادي الحالات الكلية اللي أنا بختار منها. أنا بختار من كام واحد؟ بختار من 15. فيهم كام واحد يقع بيه الحدث مهندس؟ المهندس ده بيتكرر ظهوره كم مرة في التجربة دي؟ المهندس بيتكرر عندي 6، تبقى الميم دي بكام؟ ب6، يبقى 6 على 15. يبقى احتمال اختيار مهندس من مجلس الإدارة 6 على 15. طيب لو قلنا نفس المثال ده، نفس المثال مرة تانية بس بمطلوب مختلف، بيقول لي احتمال انه يكون اقتصادي، احتمال انه يكون اقتصادي. انا اعرف من المثال السابق ان عندي 6 مهندس و4 اقتصادي و5 محاسب، يبقى اذا احتمال ان يكون اقتصادي ده عبارة طبقا للقانون ميم على نون. نون اللي هو المقام عادي الحالات الكلية ده انا بختار منهم. طب ميم، ميم ده عدد مرات وقوع هذا الحدث. ايه هو الحدث؟ ان يكون اقتصادي. ميم ده عدد مرات وقوعه او عدد مرات تكرار ظهوره. الاقتصادي ده ظهر كم مرة؟ موجود كم مرة عندي؟ موجود 4. يبقى الاحتمال 4 على 15. يبقى احتمال اختيار اقتصادي لأداء العمرة 4 على 15. طيب نشوف مثال تاني. المثال بيقول ايه؟ بيقول ألقيت قطعة نرد مرة واحدة، ما هو احتمال ظهور رقم زوجي؟ رميت قطعة عملة، قطعة نرد، وبسأل احتمال ظهور رقم زوجي. الحل احتمال وقوع الحدث ألف ده ميم على نون. ايه الحدث ألف هنا؟ يقصد بألف ايه؟ يقصد بألف هنا ان يظهر لي رقم زوجي. رقم ايه؟ زوجي. يبقى احتمال رقم زوجي هيساوي ميم على نون. ايه النون دي؟ النون دي عادل الحالات، عدد الحالات الكلية للتجربة. رمي قطعة نرد ليها كم حالة كلية؟ لا 6 حالات، يبقى النون ب6، مش كلهم بيظهروا، لكن الحالات الممكنة اللي هي نون ب6. الحدث ألف بقى اللي هو رقم زوجي بيتكرر كم مرة؟ الرقم الزوجي على قطعة النرد بيظهر كم مرة؟ الرقم الزوجي يا إما 2 يا إما 4 يا إما 6، طبعا مفيش 8، آخر حاجة 6. يبقى الرقم الزوجي بيتكرر كم مرة؟ 2 أو 4 أو 6، 3 حالات.
من كام حالة كلية؟ من 6. يبقى الاحتمال 3 على 6. طيب نشوف مثال تاني. مثال تاني، يضم أحد الفصول الدراسية بجامعة الإمام أربعين طالب سعودي وعشرين طالب أفريقي اختير أحدهما عشوائيا، ما هو احتمال أن يكون سعودي؟ الإجابة احتمال الحدث ألف، احنا عارفينه ميم على نون. ايه الحدث ألف هنا؟ اختيار طالب سعودي. يبقى احتمال بين قوسين طالب سعودي ميم على نون. ايه النون دي؟ دي عدد الحالات الكلية اللي انا بختار منها. انا بختار من كام واحد؟ من 40 سعودي و20 افريقي. يبقى بختار من كام واحد؟ عدد الحالات الكلية هتبقى 60. طيب الحدث ألف بقى يبقى سعودي، بيتكرر كم مرة؟ بيظهر كم مرة؟ بيظهر 40 مرة. يبقى ميم هنا معناها طالب سعودي، حدث ألف، يبقى 40 على 60 يعني 4 على 6. 4 على 6. ولو كان عايز احتمال اختار طالب افريقي، يبقى بديهي هيكون برضو 20 على 60. طيب تعال ننتقل لمثال اخر. مثال يضم المستوى الأول 80 طالب منهم 20 طالب متزوج اختير أحد الطلبة، ما هو احتمال أن يكون في عندي عدة أسئلة بقى. نمرة واحد، أن يكون متزوج. نمرة اتنين، أن يتحدث اللغة العربية. نمرة ثلاثة، أن يتحدث اللغة اليابانية. الإجابة نمرة واحد، احتمال ان اختار طالب والاقيه متزوج. الاحتمال هنا ميم على نون. يبقى الحدث ألف، الحدث ألف معناه ان يكون متزوج، ميم على نون.
انا بختار من كام واحد؟ من 80 طالب، يبقى نون ب 80. الحدث الف متزوج اللي هي ميم بيتكرر كم مرة؟ بيتكرر 20، يبقى الاحتمال 20 على 80، اختصرها تطلع 1 على 4. طيب نمرة 2 بقى، والاهم بقى، احتمال اختار طالب يكون بيتكلم لغة عربية، احتمال ان يتحدث العربية، برضو ميم على نون، هما كلهم كام واحد؟ نون ب 80، كام واحد بيتكلم عربي فيهم؟ كلهم بيتكلموا عربي، يبقى 80 على يطلع بكام؟ يطلع بواحد. الاحتمال بقى اذا وصل للواحد زي ما نشوف هنسميه حدث مؤكد، حدث مؤكد. المطلوب الاخير بقى بيقول لي احتمال اختار طالب من المستوى ده اهو وليه بيتكلم ياباني، يبقى احتمال ان يتحدث اليابانية، برضو ميم على نون. نون عادي حالات الكلية، هم كلهم كام واحد؟ 80، فيهم كام واحد بيتكلم ياباني؟ ولا واحد، صفر. يبقى 0 على 80 بصفر. 0 على 80 بكام؟ بصفر. الاحتمال اذا وصل للصفر بنسميه حدث مستحيل، حدث مستحيل. هتلاحظ في جميع الامثلة دي ان الاحتمال عبارة عن كسر، بسط ومقام، بس دائما وابدا البسط اقل من المقام، البسط اقل من المقام، يعني كسر. نمرة 2، الاحتمال اقصى واعلى قيمة ليه الواحد الصحيح، واصغر قيمة ليه الصفر. عندما تصل قيمة الاحتمال الى الواحد اسميه حدث مؤكد، وعندما تصل قيمة الاحتمال الى الصفر اسميه حدث مستحيل. دي اطراف الاحتمال. يبقى دائما وابدا الاحتمال يقع بين الصفر والواحد، الاحتمال دايما يقع بين الصفر والواحد. اذا وصل للصفر اسميه حدث مستحيل، واذا وصل للواحد اسميه حدث مؤكد. اعزائي الدارسين، في هذه الحلقة اللي هي الحلقة الثانية اتكلمنا على أول نظرية في نظريات الاحتمال، وقلنا إن إذا كان في حدث معين اسمه ألف، احتمال ظهور الصورة، احتمال اختيار مهندس، احتمال أن يكون متزوج، إذا كان في حدث معين اسمه ألف، الحدث ده بيتكرر ظهوره ميم من المرات في تجربة حجمها نون، يبقى الاحتمال بتاع الحدث ده ح ألف بيساوي ميم على نون. الاحتمال قيمة تقع بين الصفر والواحد، الاحتمال قيمة تقع بين الصفر والواحد. إذا الاحتمال وصل للصفر أسميه حدث مستحيل، وإذا الاحتمال وصل للواحد أسميه حدث مؤكد. لكن في الغالب الاحتمال يقع بين الصفر والواحد الصحيح. بإذن الله في المرة القادمة، في الحلقة القادمة، سنتعرض لمزيد من التوضيح في موضوع الاحتمالات. هنتكلم على أنواع الحوادث الاحتمالية والقوانين اللي بتحكم وقوع عدة أحداث معا في وقت واحد. شكرا.